حيث تتناول من المملكة العربية السعودية. نعم جدة عندها أفضلية ولكن بدون تهديد. ربما إلى سماتة في الجهة اليمنى الغامبي صاحب 30 سنة اللي سبق وأن مت المعيذر محافظة الطائف. والكرة الآن منقولة والحزم المعروف اللي من محافظة الرص في منطقة القصيم. والكرة الآن في منتصف الملعب لمصلحة فريق نوب. سبق وأن مت العين في العام الماضي نقل الكرة إلى سماتة. سماتة صاحب 30 سنة نقل الكرة أمامية منقولة عند كوزي. كوزي يحاول أولى المحترفين في منتصف الملعب. الكرة الآن كانت عند السبري. السبري عاد الكرة إلى الجهة اليمنى إلى سماتة. سماتة إلى عثمان منوب يحاول المرور في وسط الملعب عند سلطان في أقصى اليمين وتدخل من لامين وعادة خطيرة عجيب وكرة مقطوعة. السبري فيريرا اتجه من الجهة اليسرى 19 هدف على العروبة 36 سنة. هذا البرازيل الخطير. الآن المرزوقي يحاول المرور يحاول التعبئة. سماتة مع قطع الكرة حصل عليها بكل سهولة. لاعب we
الدقيقة الماضية. الدبيش نقل الكرة إلى الجهة اليسرى على المرزوقي يحاول المرور. الأهلي والعدالة والاتفاق والوشم والوحدة ونتحدث في الدوري ينوي أندية الدرجة الأولى والأهداف التي سجلت وأقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع وأضعف خط هجوم وأضعف خط دفاع والكرة الآن من